يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير على حضراتكم. انا سعيد جدا ان اكلم حضراتكم، ويعني طبعا من المهم جدا ان اوضح لحضراتكم اشياء مهمه قوي. طبعا احنا عملنا بعض التغييرات الهامه جدا في النادي. اتعملت هذه التغييرات لان طبعا الامن ده حاجه حساسه جدا، وطبعا الناس القائمين على الامن شخصيات محترمه جدا وناس لهم تاريخ ولهم اسم، وهم اعضاء في نادي سموحه وادوا ما عليهم تماما. لكن طبعا لما الانسان الامن بالذات بيبقى يمتد بيه لفتره طويله وتبتدي تتكون صداقات وتبقى فيه معارف، فاحنا طبعا محتاجين ان يحصل ضخ دماء جديده ويحصل نغطي كل القصور اللي التجربه اثبتت وجوده في الامن. فاحنا كنا محتاجين جدا ان احنا نعيد منظومه الامن. النادي زي ما بقول كل شويه بيكبر، كل شويه بيبقى اضخم، التردد عليه ازيد. فطبعا الناس ادت ما عليهم بكل امانه وبكل احترام وبكل رقي، واحنا شكرناهم طبعا. لكن احنا محتاجين فكر مختلف ورؤيه مختلفه وتوجه مختلف وتركيز اكبر من كده بكتير، ويكون بقى يعني ما وتكون بقى الصداقات والمعارف وهذا الكلام خدت جنب من الامن. كذلك النشاط الرياضي زي ما انا قلت قبل كده ان احنا برضو عملنا دم جديد قوي في النشاط الرياضي، وان كان هو مش غريب على حضراتكم. الكابتن باهر جزارين هو راجل يعني ابن نادي سموحه ولاعب دولي في الهاندبول، وكان رئيس قطاع الهاندبول، وكان عضو مجلس اداره عن الشباب، ويعني يعرف كل الناس. وطبعا نتوقع له باذن الله اداء عالي جدا، واحنا حتى الاحصاء ضمناه اليه، وتقدمنا بالشكر طبعا لسياده اللواء ايمن. برضه هو راجل محترم، لكن في يعني كل انسان بيبقى له مرحله معينه، او لما بيكون العمل يعني لا يتطور بالقدر المطلوب، لا يتطور بالقدر المطلوب، او يكون مطلوب عطاء اكتر من كده، او مطلوب مجهود اكتر من كده، واحنا مثلا هناك محتاجين لتطوير اكبر، فانت محتاج لدماء جديده بخبره جديده بفكر جديد، على امل ان شاء الله ان احنا يعني نتقدم. فاللي انا عايز اقوله ان الدافع الوحيد هو تطوير. لازم النادي يتطور كل فتره، النادي يتطور. احنا بنضع العواطف جانبا، بنضع الصداقه جانبا. احنا ملناش يعني علاقتنا الاساسيه هي خدمه اعضاء النادي. كل حاجه بتتعمل هنا في النادي من اجل خدمه اعضاء النادي. يمكن طبعا حكايه اللاعبين الرياضيين احنا قلنا بالنسبه لكل ب و ج ما يكونش الا في خمسه، وهنطبق ذلك كمان بعد كده على الف. يمكن الناس اللي بيلعبوا الجمهوريه في قواعد شديده جدا عشان احنا ندخل اي رياضي، لان طبعا النادي معني بابنائه ومعني باعضائه، فانا ما اقدرش ادخل ناس من اللي هم خارج النادي او تحت مسمى رياضيين الا اذا كانوا موهوبين فعلا. فطبعا احنا خدنا خطوات كثيره جدا، وبنلاقي مقاومه كبيره قوي من المدربين ومن الاداريين، لكن الكلام ده مش هيستمر. واي واحد هيفضل مستمر في هذه السياسه هنقول له شكرا، لان دي ضد سياسه النادي وضد فكر النادي. وزي ما انا قلت بالنسبه لبطولات الجمهوريه، لو عدد الرياضيين أربعة أو خمسة أو ما شابه لازم يكونوا ناس نوابغ أو موهوبين، إنما لو ابن يعني عضو النادي ابنه أو بنته في نفس المستوى، فإحنا طبعا لا، ابن العضو أو بنت العضو طبعا الأهم. إحنا كمان لازم نقول إن إحنا بندي حرية كبيرة للمديرين الفنيين. إحنا ما بنتدخلش في المديرين الفنيين ولا في أعمال المديرين الفنيين، إحنا بندخل في العمل الإداري وفي التنظيم الإداري. وأنا يعني شخصيا بحارب تدخل، بحارب التدخل بشكل كبير جدا، وبحارب وتحدى ان اي واحد يقول ان انا حطيت واحد او نقلته من ب الى الف او من الف. يعني الكلام ده عيب انه يحصل، لان احنا في الحاله دي احنا بنضيع فرصه لاعب موهوب او لاعيبه موهوبه هي احق بهذا المكان من اعضاء النادي. الحاجه الثانيه ان دليل تطور الخدمات بشكل كبير جدا، وان في فرق كبير جدا بينها وبين انديه الجمهوريه كلها، ان كل الناس اللي طلبت استغناءات عشان تلعب في الانديه الاخرى واحنا ادينا لهم هذا الاستغناء، طبعا كلهم عايزين يرجعوا النادي وده حقهم. لكن انا مش هقدر اهد فرقه عشان ادخل حد الا لو المدير الفني او الاختبارات اثبتت ان هو اقدر من اللي موجود في الفرقه. طبعا
وده يمكن واضح جدا في الجمباز، واضح جدا في قطاعات مختلفة. وزي ما قلت ان احنا بنرعى 40 لعبة، وده عدد كبير جدا من الألعاب، فطبعا ده محتاج لفلوس كتيرة واحتاج لموارد كبيرة جدا. واحنا طبعا قلت قبل كده ان الشركة سموحة العالمين هتكون راعي، وقلت كمان ان شركة مصر للاستثمار هتكون راعي اضافي لانشطة النادي وهذا الكلام. بس مش معنى كده ان احنا ناخد فلوس مثلا، لان بصيت لقيت ايه، زي ما حضراتكم عارفين احنا طبعا للأسف ان زي مصر زي اي مكان، فاحنا بنواجه اشاعات، لان لما الناس ما بتلاقيش في حاجة بتحاول انها تقول اشاعات ليس لها اساس من الصحة. فاحنا عمرنا ما هناخد فلوس العالمين مثلا نروح نشتري بيها لاعب كورة او هذا الكلام. اولا احنا ما اخدناش اعرى للاعب واحد بس اللي هو مصطفى فتحي، الباقي كله جه من غير فلوس. الثلاثة التانيين اللي جم المرة دي كلهم جم انتقالات حرة. مصطفى فتحي المبلغ 1.5 مليون، والفلوس اللي دفعت له يعني برضو حاجة بسيطة مش حاجة كتيرة. فإحنا طبعا لما بنقول جبناها من خارج النادي مش لازم أطلع وتفاخر أقول أنا دفعت ولا فلان دفع أو حد دفع. وبعدين لما بقول إن فلان دفع أو كذا تقديرا له، لكن إحنا أمناء وحرصين جدا على فلوس الأعضاء وحرصين جدا على أي فلوس إحنا بنعملها. الحاجة بقى الأهم اللي أنا عايز أوضحها إن حضراتكم شركة سموحة العالمين دي عليها التزام كبير قوي، غير انها هتدفع 22.5% ضريبة، والشركة دي رأس مالها 500 مليون جنيه، ودي انا عملتها وانا اللي قدمت الضمان بمليار و600 مليون، وانا اللي وقعت على كل هذه الضمانات للدولة. دي هتبني نادي سموحة العالمين. يعني احنا اول ما هنبدأ المرحلة الاولى، وهقول لحضراتكم احنا فين بالظبط، هنبدأ في بناء سموحة العالمين، وهنبدأ ببناء الكلاب هاوس بتاع سموحة العالمين. وسموحة العالمين ده محتاج 450 مليون جنيه عشان يتبنى. وبرضو احنا بنحاول ان احنا نخلق يعني مشروعات تانية، عشان احنا كمان عايزين نكمل بناء برج العرب. ميزانية النادي الواحد عمرها في حياتها ما هتقدر تعمل هذا الكلام، لان كل الميزانيات الاندية، ويكون حضراتكم عارفين اندية كثيرة جدا في موقف مالي صعب قوي قوي قوي، لكن الحمد لله احنا في موقف مالي افضل كثير جدا، والحمد لله ده فضل من عند ربنا. ولولا الافكار اللي احنا بنعملها ما كناش قدرنا ابدا نواجه المصاريف الضخمة جدا اللي احنا بنعملها. فاحنا كمان عايز اوضح ان بالنسبة لمشروع سموحة العالمين، احنا دلوقتي بنستلم الارض، احنا في مراحل استلام الارض وفي مراحل تعديل المساحات، لان النادي هيبقى 40 فدان، وان البنى هيبقى على 93 فدان، وعدد الوحدات هيكون في حدود 4500 وحدة. نص تم يعني حجزه لأعضاء نادي سموحة. حتى الجزء الثاني احنا لما جينا فتحنا للاستثمار وفتحنا، بصينا جاء عندنا 200 عضو، 200 شخص من خارج نادي سموحة، وألزمناهم ان هم يشتروا عضوية برج العرب او عضوية نادي سموحة او عضوية العالمين، والاقبال بهذا الشكل. فاحنا فاتحين للناس كلها، بس بشرط ان اي حد عايز يجي هياخد عضوية العالمين مقسطة، هيدفع على سنة، يدفع 50,000 في الاول ويدفع 100,000 على سنة. طبعا المراحل التانية برضو احنا فتحنا برج لأعضاء النادي تاني، لان ناس كتيرة جدا من اعضاء النادي طلبت انها تكون يعني تاخد في العالمين. فاحنا برضو يعني فضلنا او يعني عايزين نرضي اعضاء النادي باي طريقة، فاحنا فتحنا برج جديد لأعضاء النادي، والحمد لله الاقبال عليه يعني يمكن بكرة او بعده هينتهي حجزه بالكامل. فاللي انا عايز اقوله ان احنا ان شاء الله ماشيين بخطة ثابتة. بعد استلام الارض احنا المخطط العام فيه موافقة مبدئية عليه، لكن احنا محتاجين يطلع قرار وزاري. اعتقد ان القرار الوزاري ده هيكون في خلال شهرين. بعد ذلك هنطلع الرخصة من العالمين، والرخصة مش هتاخد وقت، لان طالما طلع المخطط العام وبقرار وزاري هتبقى الرخصة يعني سريعة جدا. فانا بتوقع ان في خلال 3 شهور، وده طبعا زمن قياسي، احنا بنسابق الزمن، ويمكن وزارة الاسكان هيئة المجتمعات
يعني شايفين ان سموحة يعني يمكن اسرع جهة بتتعامل معاهم بمنتهى السرعة ومنتهى الدقة وبخطوات متلاحقة جدا، ويعني بالشياكة وبرقي وبالعلاقات الطيبة وبالاحترام بنوفي ورقنا وبنوفي إجراءاتنا، وإحنا عايزين نسرع بشكل كبير جدا بحيث إن إحنا هتشوفوا حضراتكم البنى هيتم إزاي وهيتم على أعلى مستوى، وإحنا عارفين الجهات اللي إحنا هنخاطبها عشان تيجي تشارك في البنى، وكلهم مقاولين، كلهم هنعمل يعني مناقصة بينهم، كلهم درجة أولى والغالبياتهم من أعضاء النادي ومن الناس المشهود لهم بالكفاءة. فإحنا ماشيين على خطى سليمة جدا وخطى واضحة جدا وخطى منظمة جدا، وزي ما قلت مئات الفرص العمل، ويمكن احنا ابتدينا ناخد ناس كتيرة من النادي، اخدنا اكتر من 50-60 حد من النادي، بس المعيار هو الكفاءة، يعني ان هم بقى لهم فرصة عمل واشتغلوا سواء في شركة سموحة العالمين او في شركة مصر للاستثمار، زائد طبعا بنعمل نواحي تنظيمية كثيرة جدا. لكن بقول يعني من يعني دافع سعادتي ان في اقبال ضخم جدا على المشروع، ان في ثقة كبيرة جدا في المشروع، مش من اعضاء سموحة طبعا اولا، لكن من مصر كلها متهافتة جدا على المشروع. ولو احنا عايزين نبيع المشروع ده في خلال 3-4 ايام احنا هنقدر نبيعه، ويمكن في 4-5 شركات من شركات العقارات طلبت انها تشتري كل الوحدات باسعار يعني اكبر مما ان يتخيل اي حد. لكن انا هنا عايز انبه ان طبعا اعضاء النادي ليس من حق اي عضو من اعضاء النادي ان يبيع الوحدة بتاعته، لان منصوص في الاستمارة الحجز ان مفيش بيع، لان البيع ده لما يتم المشروع، لما تتم الوحدة السكنية وحضرتك تستلمها وحضرتك تسكن فيها او تكون خلاص انتهت، يبقى من حق حضرتك انك تبيع الوحدة، عشان احنا مش عايزين يحصل تضارب في هذا الموضوع. انا هقول لحضراتكم اخبار تانية كمان جميلة جدا في خلال ايام باذن الله، وكلها حاجات هتجيب عائد جميل جدا على النادي. وان شاء الله انا يعني بتوقع ان كل احلامنا في نادي العالمين ونادي برج العرب ونادي سموحة هتتحقق، لان احنا شغالين بقوة وبخطة واضحة وبطريق واضح وبشفافية كاملة، وكل الخطوات احنا بنقولها لحضراتكم عليها، واحنا امناء جدا على كل حاجة. والدليل على ذلك ان مصر كلها عايزة تحجز عندنا، ومصر كلها بالرغم يعني عايزة تشجعنا ان احنا ناخد مشاريع اكتر واكتر واكتر. الناس عارفين ان احنا ملتزمين وبنعمل مشاريع بدراسة متأنية جدا، وبنستعين بخبراء سواء محليين او دوليين، وبنجيب مكاتب خبرة على اعلى مستوى بازهد الاسعار، واحنا بنوفر في كل حاجة، لكن توفير ليس على حساب الجودة. وهأكد واقول الايام هتثبت ان مشروع العالمين ده هيكون من ارقى المشروعات اللي معمولة في العالمين الجديدة، ومن ارقى المشروعات اللي موجودة في مصر وافريقيا بالكامل، وهيكون مستوى هذه الوحدات قد انا مش عايز اكد بس هاكد ان ما كانتش اجمل مشروع هناك هيكون من اجمل 3 مشاريع هناك، وان جمال المشروع ورقي المشروع والمستوى المشروع ارقى بكثير جدا من القيمه اللي هتدفع او اللي بتدفع في المشروع. حاجه تانية بقى مهمه عايز اقولها بقى، الاشاعات بقى والكلام المغرض والكلام اللي ملوش لازمه طبعا انا مش عايز ارد عليه، لان دي حجه الضعيف، واحنا ما فيش حد في النادي زي ما انا قلت بيفقد مكانه او بيتغير الا اذا ان احنا عايزين يعني نعمل خدمه على مستوى اعلى، لازم نعمل خدمه على مستوى اعلى، ولازم نرقى بالنادي، وان احنا بنحط العاطفه على جنب. انا عمري ما بقول احنا عايزين فلان ده يمشي عشان ده فلان ده معايا وفلان ده ضدي، انا ما بفكرش في الكلام ده خالص، ولا بفكر في اي شيء على الاطلاق، ولا بفكر في انتخابات ولا غير انتخابات، لان مفيش حد ضامن هيعيش بكره. احنا شفنا ناس زملائنا من اعضاء مجلس النواب قتلت قتال كبير جدا عشان تدخل مجلس النواب، وكانت عايزه تدخل مجلس النواب، لان طبعا حاجه عظيمه جدا يدخلوا مجلس النواب، خاصه ان هم يعني اهتماماتهم سياسية في المقام الأول وعندهم الوقت، وللأسف دخلوا مجلس النواب وماتوا،
فما حدش عارف اللي هيعيش بكره ولا اللي هيموت بكره، ما حدش عارف اهتماماته بكره هتكون ايه وكده، لكن في امانه طالما احنا موجودين في مكان، طالما انا موجود في مكان انا هادي الرساله بمنتهى الشفافيه وبمنتهى الاحترام وبمنتهى الامانه، وانا مش هتكسف من اي حد، واي حاجه في مصلحه نادي سموحه انا هعملها، وانا موجود هنا كل يوم في نادي سموحه بقضي اكتر من 10-12 ساعه بعد عملي، عمل لا يكل ولا يمل، وهنفضل مستمرين على هذا الاداء، وعمرنا ما هنسمح ان يكون في خطوه نقدم بيها العمل ونتاخر عنها، لكن ده ما بيمسش استقرار وامان العائلات اللي بتشتغل في نادي سموحه ابدا. استقرار وامان العائلات وحقوق الناس اللي بتشتغل دي احنا ملتزمين بيها وكلها فوق دماغنا. انا طبعا بشكر حضراتكم جميعا، وعندي كلام تاني كتير قوي لكن انا مش عايز اتكلم كتير. يعني في يوم جميل وبكره ان شاء الله بتمنى ان الاهلي يكسب بايرن ميونخ، لان الاهلي بيمثل مصر، وانا يمكن تبادلت الحديث مع الكابتن محمود الخطيب وتمنيت له طبعا الفوز، وانا من جهه اخرى كنت مدعو واني اروح لهذه المباراه اللي هو قبل النهائي، لكن انا طبعا اتمنى يعني ان انا اكون بشجع النادي الاهلي واكون ورا النادي الاهلي زي اي مصري، لان طبعا الرياضه المصريه حاجه مهمه، لكن انا عندي التزامات هنا في النادي وعندي شغل لازم اديه، وحياتنا كلها هي ان احنا نخدم حضراتكم ونخدم حضراتكم بامانه وبلا غرض، ولا ننظر لايه اللي هيحصل بكره. انا ما عنديش اي خطه مستقبليه، انا بشتغل على المستوى الشخصي يوم بيوم، لكن خطه بناء النادي، خطه تطوير النادي، خطه ازدهار النادي دي موجوده سواء رياضيا سواء اجتماعيا سواء انشائيا، واحنا ملتزمين بهذا الكلام، واحنا بنعمل كده لان مصر دي عزيزه علينا، واحنا بناخد قدوه من رئيسنا وشايفين هو بيعمل ايه وبيشتغل ايه وطور مصر قد ايه وعمل مصر بقت شكلها ايه، واحنا مهما شكرناه ومهما قلنا ومهما عملنا مش هنديله حقه. ربنا يجيب الخير لمصر، وربنا يسعد اوقات حضراتكم، وربنا ينصرنا باذن الله وينصر مصر، ونادي سموحه جزء من مصر، ونتمنى لكم السلام والصحه والسعاده والخير لحضراتكم ولاولادكم، وشكرا.